ايه اسمو الاخوان اش فيه؟ يلا الاخوان خليكم معنا. لا صافي الا بغيتي هاد السوق خصك تجي ليا مع الصباح. لا الاخوان دايرين بخير كلشي مزيان حنا كنكونوا الاخوان الاخوان غادي ندخلوا نكتسبوا واحد المارشي هناك في رمله وغادي نشوفوا الاخوان نكتسبوا شي ديال الخضره اللي يسير في جميع انواع اللحوم الخضره اللي يسير فوكي جافا بحال اللوز كركاع فيه كلشي كما كتشوفوا. هذا هو السوق الاخوان هنايا كاين في رمله ديال كاتالونيا خليه كما كتشوفوا. هنا الاخوان كما كتشوفوا اللحم تحلو هنايا تباع الحلويات. هنا هذا الاخوان الخضراء يسير وهاد الجهة الاخوان كاينة الحلوى الاخوان كاين الحلوى هنايا وانتم الاخوان كما كتشوفوا في هذا السوق كلشي كيتباع هنايا كاين الحلوى الخضرات الديسي كلشي فيه الحوت. دابا الاخوان وصلت البلاصه فين كيتباع الحوت. هنا الاخوان فين كيتباع الحوت هنايا الاخوان سوي هنا كامبا دايره شي 18 اورو شي سمية الحوت في شكال الاخوان. دابا كما كتشوفوا جيت مع العشيه بقيتهم كيسدوا يعني بحال اللي قلتي سالا وصافي. الا بغيتي هاد السوق خصك تجي ليا مع الصباح. لا كما كتشوفوا الاخوان انا درت ندير لكم دوره في هاد السوق هذا ونشوفوا نكتشفوا واش فيه هنايا كاين فيه جامع فيه الحلوى فيه سميتو فيه الحوت فيه الخضره فيه الديسي فيه كلشي. هذا الاخوان كيتواجد في الرمله ديال كاتالونيا. هنا عاود الاخوان كيتواجدوا هنا نعرف هذا الشيء الحوت مقلي هنايا دور الاخوان عاوتاني اكتشف هذه الجهه هذه اش فيها. دابا الاخوان وصلت البلاصه فين كتباع البطاطا المقليه ها هي. وهنا عاود الاخوان نعود الاخوان كتباع الشوكولات هي الانواع ديال الشوكولات هنا الاخوان. هنا عاود الاخوان كيتباع العصير بغيتي تشوف شي عصير هنايا. هنا عاود الاخوان غادي نديكم بلاصه من كتباع كيتباع القرقاع اللوز كلشي كيتباع هنايا كما كتشوفوا الاخوان هنا اللوز القرقاع الحلوى
بحال قلتي مارشي وصافي مارشي ديالهم هما ملي دابا في العشيه كلشي سد. دابا الا بغيت هذا خصني نجي ليه في الصباح كنلقى هاد الحوانت كلشي محلول. وهنا عاوتاني فين كيقسيو الناس هادشي اللي كاين الاخوان اكتشفناه في هذا المارشي هذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله تهلاو الاخوان في السوشيال الاخوان دعموا لايك الفيديو بارطاجيو داكشي الاخوان تحياتي.